انور انت جيتنا وجبت معاك كليب جديد نتاعك اللي عنده بالضبط جمعه من اللي خرج على الانترنت قاعد يدور بالباهي كليب تفتخر به انك قرقني وجبت الجو نتاع قرقنا عملت له هكا شويه مودرنيزاسيون شويه مع ابراهيم لانتر بويز نشوفوا بعض اللقطات من الكليب هذايا ونزيدوا نحكيوا عليه. كامل حبيتك انت صغيره تلقاه موجود على اليوتيوب نتاعك اليوتيوب نتاع انور الحكايه نتاع الكليب هذاك كيفاش جات وعلاش الاختيار على قرقنا وجو قرقنا يا بلاد الخير. والله اول حاجه انا معناتها بديت اول سنجل مع استوديو ابراهيم لانتر بويز اغنيه عيني على السهر عجبتني الخدمه معه وكل شيء معناتها انا حبيت معناتها نعمل حاجه للجهه نتاعي القرقنا فهمتها هيك وطرحت عليه الفكره خدمنا عليها صورنا الكليب معناتها في فترة صغيرة الحمد لله معناتها في ظرف ثلاثة أيام معناتها عملت لي فوق 60,000 في معناتها هذه حاجة باهية معناتها كبداية للي أنا وأنا حبيت معناتها حبيت نظهر بزيد بلاصة في الكليب أما غير معناتها واتتني ظروف في الكليب ما نجمتش معناتها على كل حال الجو باهي وطب القرقنة جميل جدا ومنتشر عالميا عندك الميكرو هذاك طمنا الغناية دونك اللي جيت بها عودت عيني على السهر دونك نشوفوا مع بعضنا الغناية هذه يلا بتصفيق كبير من أنور بن موسى. جديد الفنان أنور بن موسى مع استوديو لانتر بويز.
عودت عيوني أصغر من اللي شفت عيونك حسيت أنا عاشق القمر ما نعيشش من دونك عودت عيوني أصغر من اللي شفت عيونك حسيت أنا عاشق القمر ما نعيشش من دونك ديديكاس والله نحب نقدم ديديكاس للوالد والوالده نتاعي معناتها اليوم مشجعين ربي يحفظ امري ولاصحابي والناس اللي تعرفني في قاركنا في صفاقس ولاصحابي معناتها اللي في الاستوديو نصر ارتيس ابراهيم داليه ونقول لهم في خاطر الناس الكل يحبوا شكرا ليك يعطيك الصحه انور بن موسى رجعنا بجديدك دائما.